وصلنا لمساحتنا خاصة بالغذاء والطب والصحة. يعني رح نحكي اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري، اليوم بدنا نحكي قديش لازم يكون في توعية بالنسبة لهذا المرض اللي متعايش مع الإنسان، خلينا نقول بشكل فردي أو جماعي. لازم يكون في طرق للتوعية وأيضا أساليب للوقاية وضبط السكر. اليوم بدنا نحكي عن هالموضوع مع دعاء شعبان، أخصائية تغذية، تحكي لنا عن تفاصيل كثيرة بمناسبة اليوم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني دائما يمكن خلينا نقول هاجس او مرض السكري هو كثير هيك اشخاص تحاول تستفسر عنه، احيانا بتقرا دراسات عديده، بس نحن دائما بناخذ الجواب الشافي من الحياه الواقعيه اللي احنا عم نعيشها، من الحالات اللي عم تصادفك ايضا. خلينا نحكي بشكل عام، داء السكري، ما هو داء السكري؟ هلا اول شيء واهم شيء نحكي انه عن الانسولين شو هو، لانه هو اكيد مرتبط بموضوع داء السكري. اكيد 100%. هلا اي غذاء بفوت على جسمنا في هرمون اسمه الانسولين بينفرز عن طريق الكبد. نعم. شو وظيفته؟ هذا بياخذ السكر بعد ما يتحلل، لانه احنا بناخذ السكر عن طريق اما نشويات او عن طريق الفواكه، عن طريق البقوليات، هي كلياتها، او مثلا الشيبسات، اي شيء بيدخله نشويات بياخذوا الانسولين وبيدخله عن طريق الخلايا لحتى نحن نحصل على طاقه ويستفاد منها الخلايا جسمنا في البناء. هلا في حالات مرض السكري، هلا له طبعا انواع، يا اما البنكرياس. نعم. غير قادر نهائيا على افراز الانسولين، او بتكون البنكرياس عم يفرز الانسولين بس الخلايا ما عم تستقبل. نحن في عنا على كل خليه في ريسبتور، هذا المستقبل لهرمون الانسولين بيكون ما عم يقدر يستقبل انه يدخل الانسولين ويدخل هذا السكر اللي نحن بحاجته لحتى نحصل على طاقه. هلا امتى بصير عندنا هالحالات؟ يا اما في حال نحن عم ناكل كثير مواد غذائيه، يعني طول ما نحن قاعدين عم ناكل كثير كثير كثير، بقى الانسولين عم يكون مرتفع دائما بجسمنا، او بيكون نحن عندنا الكميات النشويات اللي عم ناخذها بشكل عالي. نعم. هلا هون نحن بنصاب بالمرض الثاني او بنسميه النمط الثاني من السكر، او التايب 2 من مرض السكري. بيكون عندنا تناول كميات عاليه جدا من النشويات، او بيكون عندنا الشخص طول ما له قاعد عم ياكل، يعني بضل مستمر بالطعام، وبالتالي عم يرتفع عندنا هرمون الانسولين كل شوي، عم ندق على باب الخليه. قد ما صار عندنا افراط بتناول السكريات، الخليه ما عاد تقدر تستقبل هرمون الانسولين. هلا المرض الثاني نحن ما فينا نعتبره، عفوا النمط الثاني ما فينا نعتبره مرض بحد ذاته مثل النمط الاول، لانه كثير ممكن علاجه عن طريق التغذيه، والتغذيه هي الحل الوحيد لحتى انا عالج النمط الثاني من السكر. نعم. هلا في يعني الواحد مريض سكري في يعمل حميه غذائيه وهيك لكل الانواع، ولا كل نوع له حميه؟ هلا طبعا النوعين لهم حميه غذائيه، واساسهم الحميه الغذائيه. هلا النوع الاول، وقت انا اعمل حميه غذائيه انا حخفف او خفف من استهلاكي بالانسولين، لانه النمط الاول هو معتمد على الانسولين، بقى لانه البنكرياس ما عم يفرز ابدا بالانسولين، بيكون اما نعم. بسبب مناعي صار عندنا عدم افراز للانسولين، او بسبب جرثومي، او بسبب ادويه، او سبب كيماوي عم يكون عندنا وبيصيب الفئه العمريه الصغيره من العمر. اما النمط الثاني ممكن يعتمد فقط على الغذاء، لانه كثير اشخاص صار معه النمط الثاني من مرض السكري واستغنوا نهائيا عن الدواء، اصلا هو العلاج له اول شيء الغذاء، بعدين نحن بنلجأ للادويه، لانه عم يرتفع عندنا الانسولين بالجسم. هلا بالنمط الثاني نحن اذا ارتفع عندنا الانسولين بالجسم، هون نحن لازم نمنع نهائيا تدخل النشويات او دخول النشويات. هلا في اشخاص مثلا بيقولوا طب حناخذ كميه قليله من الخبز، حناخذ كميه قليله من البقوليات. هلا بهي الحاله انا بفضل نلجأ للحميه اللي اسمها كيتو دايت، لانه نحن وقت نتناول بروتينات او وقت نتناول دهون ما عم يكون عندنا ارتفاع لمستوى الانسولين بالجسم، لانه اصلا هي ما لها بحاجه لانسولين لحتى يتم بتتحلل لسكر ويتم بعدين استخدام السكريات تدخل على الخليه. هون نرجع لحميه الكيتو دايت، كثير استفادوا عليها المرضى بموضوع تحسين مستوى السكر بالدم، خاصه مرضى النمط الثاني. هلا في ناس يقولوا طب انا كيف بدي استخدم كيتو دايت او حميه الكيتو للناس اللي عندهم انسولين؟ ما هنا بصير عندنا شيء اسمه كيتو اسيدوت، يعني بصير عندنا تسمم او ارتفاع الكيتونيه. نعم. بالدم، انا كيف فيني استخدم هي الحميه وعم بصير احنا عندنا ارتفاع للكيتون او اجسام الكيتونيه بالدم؟ هلا في حاله النمط الاول، وقت انا يصير عندي هي السميه، عم يصير احنا عندنا استهلاك او للعضلات يا اما للدهون المخزنه بالجسم، اما هون انا فيني وقف استهلاك من داخل الجسم ويصير الاستهلاك عن طريق البروتينات انا عم دخلها لجسمي، او عن طريق الدهون اللي انا عم دخلها لداخل جسمي. نعم. فعن هيك العلاج الاول هو التغذيه، خاصه بالنمط الثاني
عفوا بالنمط الثاني، بعدين نحن بنلجا للدواء. بس ما في انا حدا معه سكري نمط ثاني دغري اقول له روح خذ ادويه، دغري روح اقول له خذ الجاء الادويه، لا، بنستخدم الحميه الغذائيه. اذا مشيت اموره على الحميه الغذائيه بيكون كثير تمام، بنبعد عن الادويه. اذا ما مشيت هون بنلجا للادويه وللحميه الغذائيه. اما النمط الاول هو معتمد بشكل رئيسي على الانسولين، وبالاضافه للحميه الغذائيه لنخفض استهلاك الانسولين بجسمنا، او عفوا عن طريق الحقن ناخذها عن طريق تحليل الجلد لمريض السكري. ايضا خلينا نحكي دعاء عن الحالات المرضيه التي لا تستجيب للحميه الغذائيه وتحتاج لانسولين قولا واحدا، يعني ولا لا لازم يكون في حميه مع الانسولين؟ اكيد لازم يكون في حميه، لانه مثل ما ذكرت هلا في حالات بيكون نحن مستوى الانسولين عالي بالدم، بقى انا اذا طول ما لي قاعد عم باخذ اكل نشويات، اخذ سكريات، اخذ شوكولا داخل سكر، اخذ بقوليات، حتى لانه هي كمان بقوليات لما تتكسر بالجسم حتحول كمان لسكريات. اكيد حيرتفع عندنا الانسولين، نسبه تصير انسولين عاليه بالجسم. لذلك الحميه مثل ما ذكرت، الحميه الغذائيه هي رقم واحد، يعني ما في انه جسم ما يستفاد. انا علاجي عم يكون بالحميه الغذائيه، انا بدي اخفف موضوع انه جزء الانسولين ما يرتفع بجسمي، وبالتالي انه لو الخليه ما استفادت بس هيعمل لي سميه، لان الانسولين عالي ما عم يدخل للخلايا، ما عم يدخل السكر هذا للخلايا، حيضل مرتفع بالدم، حيصير احنا عندنا سميه، حيصير عندنا اعتلال اعصاب، حيصير عندنا عمى، حيصير عندنا جلطات، ممكن المريض يصير سكره 450 و500 ويدخل موضوع الكوما. لذلك موضوع الحميه الغذائيه جدا رئيسي، وما في للمريض يستغني عنه. وانا اجي اكل نمط الاول، اجي اكل قد ما بدي وبعدين اخذ ابره انسولين، طبعا هذا الشيء جدا جدا ضار وجدا غلط، او مفهوم جدا خاطئ عند بعض الناس. لانه هلا موضوع صفيان، موضوع بسمون احنا عندنا عدم بيكون عندنا عدم الاستجابه للانسولين، او بصير عندنا الخليه مثل ما ذكرت بالنمط الثاني ما عم تستجيب لدخول الانسولين. هذا بالنمط الثاني بسبب النمط الغذائي الخاطئ، تناول السكريات، تناول النشويات. هلا بامريكا 70% من الناس عندهم هذا الشيء، ونحن للاسف عم نصير نمط غذائنا ونمط حياتنا بهذا المواد، بهذا الاسلوب. يمكن الاكل الجاهز دعاء، نحن للاسف خلص وقتنا، لكن حنكون معك بحلقات تانية لنحكي أكثر عن أنماط السكري وكل الشغلات اللي بتفيد الصحة العامة. شكرا لوجودك معنا، نورتي صباحنا. شكرا لليوم. شكرا لوجودك معنا يا دعاء، وإن شاء الله بنتمنى الصحة لكل مرضى السكري، وضبطوا كتير منيح مستوى الأنسولين بيقدم. شكرا لك.